إذا طلابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إن شاء الله في بحث التحريض الكهرطيسي. طبعا يتوقع منكم في نهاية هذا الدرس تفسير تجريبي لتوليد التيار المتحرض وذكر قانوني التحريض الكهرطيسي، طبعا قانون فاراداي وقانون لينز، تفسير علاقات التحريض الكهرطيسي والتعرف على تطبيقات التحريض الكهرطيسي في الحياة اليومية، وتوضيح كذلك التحريض الذاتي واستنتاج علاقة ذاتية الوشيعة، ومن ثم استنتاج عبارة الطاقة الكهرطيسي المختزني في وشيعة، ونثمن تطبيقات التحريض. لاحظوا إلى هذه الدارة الكهربائية التي تعبر عن التحريض الكهرطيسي. طبعا في لدينا طلاب كلمات مفتاحية هامة، كلمة تحريض كهرطيسي، تيار كهربائي متحرض، حقل مغناطيسي متحرض، قوة محركي كهربائي تحريضي، مولد، تيار متناوب جيبي، كلمة محرك، تحريض ذاتي، ذاتية وشيعة، طاقة كهرطيسي. إذا ننظر الآن طلابنا إلى مفهوم التحريض الكهرطيسي من خلال قانون فاراداي. لاحظوا إلى مقياس ملي أمبير، مقياس ملي أمبير. نحن الآن نريد أن نولد تيار كهربائي، نولد تيار كهربائي. الآن لنأتي إلى ملف، هذا باللون الأصفر ملف يحوي اللفي، نعم، ونقوم بتقريب القطب الشمالي لمغناطيس. طبعا أشعة حقل المغناطيسي تخرج من القطب الشمالي، نقوم بتقريب القطب الشمالي من هذا الملف. لاحظوا يزداد التدفق المغناطيسي، يزداد التدفق المغناطيسي داخل الملف. نلاحظ أن مقياس الأمبير، هذا ميكرو أمبيري، مقياس الأمبير يؤشر دالا على نشوء تيار كهربائي ندعوه تيار متحرض. لاحظوا إلى الشكل الثاني، عندما نبعد القطب الشمالي، طبعا هاي أشعة الحقل المغناطيسي، عندما نبعد القطب الشمالي من هذا الملف، طبعا هون عندما نبعد القطب الشمالي لمغناطيس مستقيم، تتناقص أشعة الحقل المغناطيسي، وبالتالي يتناقص التدفق المغناطيسي في هذا الملف. نلاحظ أنه يتولد لدينا تيار كهربائي، طبعا جهته بعكس الجهة السابقة، هنا يزداد التدفق يتولد تيار، يتناقص التدفق يتولد تيار. لاحظوا يتولد تيار كهربائي مقداره تقريبا 50 ميكرو أمبير. الآن عندما نثبت المغناطيس، يعني نثبت المغناطيس، الآن يوجد تدفق مغناطيسي، لكن هذا التدفق لا يزداد ولا يتناقص، إذا ما في عندنا هون تغير بالتدفق. نلاحظ أن مقياس الأمبير ثابت ولا يوجد تيار كهربائي، إذا لا يتولد تيار كهربائي في هذا الملف أو هذه الدارة المغلقة. من خلال هذه التجربة طلابنا الكرام، نجد أنه يتم توليد تيار كهربائي في دارة مغلقة. إذا يتم توليد تيار كهربائي في دارة مغلقة متى؟ عندما يزداد التدفق أو عندما يتناقص. نعم، لاحظوا في هذا الشكل يتولد تيار كهربائي، في الشكل الثاني يتولد تيار كهربائي، في الشكل الثالث لا يتولد تيار كهربائي. ما هو السبب؟ في الشكل الأول يزداد التدفق، في الشكل الثاني أو التجربة الثانية يتناقص التدفق، في الشكل الثالث أو التجربة الثالثة التدفق ثابت لا يزداد ولا، إذا يوجد تدفق لكن لا يزداد ولا يتناقص. نقول، يقول الآن فاراداي طبعا صاحب التجربة، قال يتولد تيار كهربائي متحرض في دارة مغلقة
إذا تغير التدفق. كلمة تغير يعني إذا ازداد أو إذا تناقص. أعيد، يتولى التيار الكهربائي في دارة مغلقة متى؟ قال عندما يتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، ويدوم هذا التيار بدوام التغير، يعني ما دام التغير في التدفق موجود. متى ينعدم التيار؟ قال عند ثبات التدفق، عندما يثبت التدفق، يعني لا يزداد ولا يتناقص. نعيد نص قانون فاراداي، إذا يتم توليد تيار كهربائي في دارة مغلقة إذا تغير التدفق، يعني إذا ازداد أو إذا تناقص. إذا إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، ويدوم هذا التيار ما دام التغير في التدفق موجود. ما دام هناك تغير في التدفق، هناك تيار كهربائي متحرض، وعندما يثبت التدفق ينعدم هذا التيار. لاحظوا طلاب، عندما نقرب القطب الشمالي، طبعا هذا ملف يحوي إن لفي، وهذا قطب شمالي، نقرب القطب الشمالي لمغناطيس مستقيم. عندما نقرب القطب الشمالي لمغناطيس مستقيم من ملف، لاحظوا اللي باللون الأخضر هو حقل مغناطيسي محرض. اللي باللون الأخضر لاحظوا حقل مغناطيسي محرض. نعم، عندما يزداد التدفق المغناطيسي، يزداد التدفق، نقرب المغناطيس، يزداد التدفق، يتولد في الملف تيار كهربائي. ما جهة هذا التيار؟ ما جهة هذا التيار؟ قال جهة هذا التيار بحيث يصدر أفعال تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. إن جهة التيار المتحرك في دارة مغلقة تكون بحيث ينتج أفعال، هذا التيار ينتج أفعال تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. ما هي الأفعال التي ينتجها؟ قال ينتج حقل مغناطيسي، ينتج حقل مغناطيسي. طبعا نتيجة زيادة التدفق يتولى التيار. نعم، هذا التيار الذي يمر في الملف، ملف يمر فيه تيار كهربائي، يتولد داخله حقل مغناطيسي باللون الأصفر. نعم، اسمه حقل مغناطيسي متحرض. لاحظوا، عندما يمر تيار كهربائي يتولد لدينا نعم حقل مغناطيسي متحرض باللون الأصفر. إذن عند زيادة التدفق يتولى التيار، هذا التيار سوف يعطي حقل مغناطيسي متحرض، يعطي أفعال، يعطي حقل مغناطيسي متحرض. ما جهتها؟ جهة الحقل المغناطيسي المتحرض بعكس جهة تدفق الحقل المغناطيسي المحرض، أي بعكس الزيادة، يعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. الآن عندما نبعد المغناطيس، نبعد المغناطيس، نبعد القطب الشمالي لهذا المغناطيس، فيتناقص التدفق. حسب فاراداي يتولى التيار كهربائي. ما جهة هذا التيار؟ هذا التيار يعطي حقل مغناطيسي متحرض باللون الأصفر. جهة الحقل المغناطيسي المتحرض بعكس التناقص، بعكس التناقص. إذن الملف يمر فيه تيار كهربائي ناتج عن زيادة التدفق. لاحظوا بالشكل الأول، الملف يمر فيه تيار كهربائي ناتج عن زيادة التدفق. هذا التيار سوف يصدر أفعال، يصدر حقل مغناطيسي متحرض. لاحظوا حقل مغناطيسي متحرض يعاكس سبب حدوثه. ما هو سبب الحدوث؟ قال هو زيادة التدفق. لذلك نقول جهة التيار بحيث يكون جهة تدفق الحقل المغناطيسي المحرض اللي هو باللون الأخضر بعكس جهة تدفق الحقل المغناطيسي المتحرض اللي هو باللون الأصفر. في الحالة الثانية عندما يتناقص تدفق يتولى التيار. ما جهة التيار؟ نقول جهة التيار بحيث يكون جهة تدفق الحقل المغناطيسي المحرض بجهة
تدفق الحقل المغناطيسي المتحرض، لأن الحقل المغناطيسي المتحرض يعاكس النقصان. نعم، يعاكس نقصان التدفق. نعم، لاحظوا عند تقريب القطب الشمالي من أحد وجهي الوشيعة يولد فيها تيار كهربائي متحرض، فيولد بدوره حقل مغناطيسي، يولد حقل مغناطيسي متحرض جهته بعكس جهة الحقل الناجم عن المغناطيس المحرض الذي قربناه من وجه الوشيعة. كذلك الأمر بالنسبة إلى تقريب القطب الجنوبي. الآن عند إبعاد القطب الشمالي للمغناطيس، عندما نبعد القطب الشمالي للمغناطيس المحرض عن أحد وجهي الوشيعة يؤدي إلى تولد تيار متحرض، يؤدي إلى تولد تيار متحرض في الوشيعة يولد بدوره حقل مغناطيسي متحرض. إذن يولد حقل مغناطيسي متحرض تتفق جهته مع جهة الحقل الناجم عن المغناطيس المحرض. لماذا الآن تتفق جهته؟ لأنه يعاكس النقصان. وكذلك الأمر بالنسبة إلى إبعاد القطب الجنوبي. طلابنا الكرام، إن التيار المتحرض يظهر أفعال تعاكس سبب حدوثه. ما هي الأفعال؟ إذن ما هي الأفعال؟ قال الوشيعة تسعى لإنقاص التدفق المغناطيسي الذي يجتازها في حال تزايد التدفق المغناطيسي المحرض الناجم عن تقريب المغناطيس، وتسعى لزيادة التدفق المغناطيسي الذي يجتازها في حالة إنقاص التدفق المغناطيسي المحرض الناجم عن إبعاد المغناطيس. لذلك طلاب، بالمجمل نقول عند زيادة التدفق، عندما يزداد التدفق، نقول تكون جهة التيار المتحرض بحيث يكون جهة تدفق الحقل المغناطيسي المحرض بعكس جهة تدفق الحقل المغناطيسي المتحرض. نعم، في حال نقصان التدفق نقول جهة التيار المتولد أو المتحرض بحيث يكون جهة تدفق الحقل المغناطيسي المحرض هو بجهة تدفق الحقل المغناطيسي المتحرض.